الحرارة خطر يداهم 300 مليون شخص عالمياً. ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة في الدول العربية. وهل يجب تجنب شرب القهوة في الصيف؟ برنامج اليوم مع ساندي مصطفى ورغدة إبراهيم. صباح الخير عليكم مشاهدينا. صباح الخير عليك ساندي. صباح النور يا رغدة. ساندي، دائما ما نقول الفن هو رسالة، ولكن هذا مش كلام بس، لأنه في أغاني كثيرة تغنت، وإذا انتبهنا معاها وانتبهنا في المعنى تبع الأغنية هنلقوه مهم جدا. في أغنية لفيروز تقول فيها شط يا دني تيزيد موسمنا ويحلى، أكيد عارفينها طبعا، تدفق مي وزرع جديد بحقلتنا يعلى. من أجمل أغاني فيروز صراحة، من أجمل ما غنتها الصبح بصراحة، أكيد إيه؟ ومعلقة شوي براسنا. لكن إيه؟ رغدة بعتقد أنه من العام 1960 من وقت ما غنت السيدة فيروز هاي الأغنية، ويمكن هي كانت شبه عارفة أنه للأسف مستقبل المناخ والكرة الأرضية لن يكون بخير. فعلاً، وإحنا كنا من فترة ساندي مرينا على أغنية لمايكل جاكسون، لملك البوب الراحل مايكل جاكسون، إيرث سونغ، وكنا وقتها نحكو أيضاً على التغيرات المناخية هذه. والأغنية رغم إن هي قديمة، هي مش أغنية جديدة، هي كانت نداء واضح للتوعية البيئية في مواجهة سلوك الإنسان والطريقة اللي تعاطى بها مع الكوكب اللي نعيشه عليه. نعم رغدة، لكن للأسف فينا نقول إنه البشرية اليوم ما استمعت بشكل منيح لا لفيروز ولا لمايكل جاكسون والرسائل المهمة اللي حكوا فيها. لهيك اليوم ضمن فقرات البرنامج رح نحكي أكثر عن الارتفاعات القياسية في درجات الحرارة في الدول العربية والعالم بشكل عام. درجات الحرارة العالية أصبحت اليوم مشكلة يعاني منها الملايين حول العالم. صحيح رغدة، والتقديرات تشير إلى أن أكثر من 300 مليون نسمة في بعض المدن الكبرى تعاني من ارتفاعات حادة لدرجات الحرارة، نظراً لازدياد عدد الأيام الحارة بشكل كبير خلال العقد الأخير. فعلاً ساندي، يعني المعهد الدولي للبيئة والتنمية في لندن أكد في تقرير له أن التغيرات المناخية تتسبب في زيادة درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، ما يؤثر على حياة الناس بطرق غير متوقعة. صحيح رغدة، يعني في بعض المناطق حول العالم هذه الزيادة قد تؤدي إلى نقص المياه، تدهور المحاصيل الزراعية، وكذلك زيادة في معدلات الأمراض المرتبطة بالحرارة رغدة. نعم، ودول عربية ليست بمنأى عن هذه التغيرات، فقد شهدت العديد من المدن العربية درجات حرارة قياسية خلال موسم الصيف الحالي، من الكويت، العراق، ودول الخليج. الحياة على كوكب الأرض أصبحت أكثر خطورة. تغيرات المناخ والاحتباس الحراري عوامل تؤثر على سرعة ذوبان الثلوج في القمم الجليدية القطبية كما تظهرها هذه الصور، وهو أمر يتسبب في إبطاء دوران الأرض وزيادة طول الأيام بمعدل غير مسبوق. هذا ما توصلت إليه دراسة دولية جديدة نشرت في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم الأمريكية، مشيرة إلى أن هذه العوامل ستؤدي إلى تكثيف تأثيرات ارتفاع درجة حرارة الأرض. وبالحديث عن حرارة الأرض، أورد تقرير لمراكز الرصد في أوروبا أرقاماً رسمية تشير إلى أن شهر يونيو الماضي كان الشهر السادس الأكثر سخونة على الإطلاق في تاريخ العالم، وأنه يأتي في المرتبة 13 من حيث تسجيل الأرقام القياسية بشكل عام، فيما يتجه العام الحالي ليكون الأكثر حرارة منذ منتصف القرن 19 بحسب التقرير. الدول العربية عانت كذلك خلال موسم الصيف الحالي من ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، حيث لامست درجات الحرارة 50 درجة مئوية في العراق والكويت والدول الخليجية، وأثرت بشكل كبير على انقطاعات التيار الكهربائي في عدد من المناطق، وهو ما يزيد من خشية العلماء من القادم وما قد تسببه التغيرات المناخية من تأثير في حياة البشر على كوكب الأرض. للوقوف على الموضوع ينضم إلينا من عمان السيد جمال موسى، مستشار في مركز طقس العرب. صباح الخير سيد جمال وأهلا بك معنا. يعني بداية دعنا نبدأ بتوقعات درجات الحرارة خلال فصل الصيف هذا العام في مختلف الدول العربية.
صباح الخير لحضرتك، صباح الخير لجميع المشاهدين والمستمعين. فعلا تقريركم ممتاز، وبنلاحظ أنه المحرك الرئيسي لارتفاع درجات الحرارة هو انبعاث الغازات الدفيئة بشرية المنشأ. فالطقس القاسي أثر على الملايين من الأشخاص في العالم في شهر 7 وفي السنوات الماضية من عام 2015 وحتى عام 2023، صنفت أحمى وأسخن 9 سنوات منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، والآن مرشحة كانت عام 2023 هي الأسخن، لكن الآن مرشح أن يكون عام 2024 هي الأسخن. و السبب كان سببين رئيسيين. أول شيء زيادة انبعاث الغازات الدفيئة، زيادة تركيزها في الغلاف الجوي، وأهم غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان وأكسيد النيتروز. هذه الغازات ناتجة من استخدام الوقود الأحفوري والغاز والفحم. هذه الغازات زادت وبالتالي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي إلى تغيرات مناخية. أيضا العامل الثاني اللي أدى إلى أنه تكون عام 2023 وعام 2024 هي الأسخن هو ظاهرة النينو اللي بتحدث في المحيط الهادي والتي لها أثر في ارتفاع درجات الحرارة. إذن عاملين اجتمعوا عام 2023 و2024 هي ظاهرة النينو وأيضا زيادة انبعاث الغازات الدفيئة. فبسبب تغير المناخ في دراسة بتشير إلى أنه عدد أيام الحر زادت تقريبا 26 يوم في الفترة ما بين 15/5/2023 إلى 15/5/2024. هناك أسباب عديدة يعني ساهمت في أنه ممكن أن تكون هذه السنة من أكثر السنوات ربما حرارة أو ارتفاعا في درجات الحرارة بسبب كل ما يحدث حولنا الآن من تغيرات مناخية وانبعاثات مثل ما ذكرت. هناك أيضا مناطق معينة، هل تعتقد بأن هذه المناطق من الممكن أن تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة أكثر من غيرها، مثلا دول الخليج أو أوروبا أو غيرها؟ هي ممكن يعني دول الخليج، شوف المنطقة العربية تعتبر المناطق العربية وخاصة منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية ومناطق الصحراء الكبرى من أكثر مناطق العالم حرارة على مدار العام. هذا شيء طبيعي، ومعدلات درجات الحرارة فيها عالية جدا، يعني بتكون بالأربعينيات وقد تصل أيضا إلى الخمسين وبداية الخمسين. هذا شيء طبيعي خاصة في منطقة العراق والكويت وشمال الجزيرة العربية، شمال شرق والمنطقة الشرقية من السعودية وجنوب شرق السعودية. ولكن يعتبر الطقس في هذه المناطق أمرا اعتياديا، ولكن بسبب التغيرات المناخية أصبحت أكثر شدة، أكثر تكرارا، وأيضا معدلات درجات الحرارة حتى ارتفعت في هذه المنطقة. فعلى الرغم من الأسباب الطبيعية والتقليدية للموجات الحرارة، فإن التغير المناخي أيضا يؤثر عليها بقوة. أما بالنسبة مثلا لأوروبا، وخلينا أخذ على سبيل المثال بريطانيا مثلا، ونأخذ على سبيل المثال كندا زي ما حصل في عام 2021 و2022، معدلات درجات الحرارة في لندن مثلا كانت بحدود 21 درجة مئوية. أما عندما ترتفع وتصل إلى الأربعين أو بداية الأربعينات وأيضا في كندا، فهذا شيء كبير جدا وأرقام قياسية جديدة، بحيث أنه الإنسان لا يحتمل. يعني هذه المناطق لا يوجد فيها، لا يستخدم المكيفات لأنه معدلات درجات الحرارة منخفضة. اثنين، إذا لاحظت أيضا أن المطارات والمدارج مصممة على أساس وسكك الحديد أنه حسب معدلات درجات الحرارة في تلك المنطقة، يعني حتى الإكستريم أو درجات الحرارة القصوى ما أتوقع أنها توصل لأربعين وخمسة وأربعين. وبالتالي البنى التحتية يعني ربما تم تهيئتها بطريقة مختلفة لا تتناسب يعني مع التغيرات المناخية التي تحصل الآن. لذلك سيد جمال، دعنا
دعنا نتحدث عن تأثير التغيرات المناخية العالمية لكن على المنطقة العربية، يعني الأنماط الجوية في الدول العربية لها خصائصها، وهناك يعني نسيم البحر وهذه الظواهر الخاصة بالمنطقة. كيف نربط التغيرات المناخية العالمية بالأنماط الجوية العربية خلال فصل الصيف؟ يعني راح تزداد معدلات درجات الحرارة أكثر. هي معدلات درجات الحرارة في المنطقة العربية زي ما حكيت هي أعلى عالية تقريبا، خاصة في منطقة الخليج كلها بتكون تقريبا حارة، لكن المعدلات من الآن فصاعدا ومنذ 10 سنوات سابقة وأيضا في السنوات القادمة ستزداد. وبالتالي في هناك دراسة أيضا لمعهد ماكس بلانك، أو هذا يشير إلى أنه في المنطقة العربية عندنا ومنطقة الشرق الأوسط في منتصف هذا القرن وحتى نهايته راحين، يعني يشير إلى أنه تكون درجة الحرارة الصغرى بحدود 30 شيء طبيعي، والعظمى تقريبا شيء طبيعي إذا وصلت بحدود 50. إذا في هناك ارتفاع على درجات الحرارة، ارتفاع على معدلات درجات الحرارة، طبعا هذا يؤثر على سبل العيش، يؤثر على رفاهية الإنسان، يؤثر على صحة الإنسان أيضا، يؤثر على الحيوان، يؤثر أيضا على النبات، وأيضا يؤثر على كثير من الأمور. معدلات درجات الحرارة مهمة جدا، ارتفاعها الكبير ممكن أيضا إذا حدثت بعض الحالات الجوية التي تؤدي إلى أمطار تكون هذه الأمطار غزيرة وينتج عنها أيضا فيضانات. إذا نتوقع أنه يصبح هناك نقصان في المحاصيل الزراعية، تتأثر المحاصيل الزراعية، تتأثر الثروة الحيوانية، تتأثر صحة الإنسان. يعني بعض الأمراض اللي ما كانت موجودة تصير موجودة في بعض المناطق. أيضا ممكن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة يحدث جفاف، وبالتالي تتأثر المزروعات والحيوان والإنسان أيضا. وأيضا ممكن يحدث لنا حالات مرضية. إذا هذه كلها واردة، وبالتالي يعني المستقبل بل غير مبشر بالخير إذا ما استمر زيادة الانبعاث الغازات الدفيئة وزيادة ارتفاع درجات الحرارة. وأيضا في هناك دراسة طيب على هذه السيرة، يعني وانت ذكرت الآن المستقبل غير مبشر بالخير، يعني شوية الموضوع محبط بالنسبة للناس. ارتفاع درجات الحرارة هذه والتغيرات المناخية سنة عن سنة، يعني كل سنة هي أسوأ من الأخرى من هذه الناحية. لكن كيف ممكن تنحل؟ هل في أمل يعني أنها تنحل هذه المشكلة، أن نتابع كل هذه التحذيرات؟ ولكن هل الحلول ممكن تتم الآن ويعني تكون السنوات القادمة يعني أكثر شوية أحسن شوية بالنسبة للناس؟ والله هاي أول شيء بدها جهد فردي، اثنين جهد على مستوى المجتمعات المحلية، جهد على مستوى الدولي، جهد على مستوى الدول أو العالم. يجب أن يكون في هناك تعاون دولي واتفاق. يعني من هو الباعث الأكبر للغازات الدفيئة التي تسبب زيادة درجات الحرارة؟ هي الدول الصناعية 20 تبعث حوالي أو تسبب انبعاث حوالي 80% من الغازات الدفيئة، وبقية دول العالم تبعث حوالي 20%. هذه الغازات الدفيئة 80% هي المشكلة، هي التي تؤثر على العالم كله وتؤثر على الكرة الأرضية وتؤثر على صحة الإنسان وعلى البيئة وعلى نمط الحياة أيضا، وتؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب وارتفاع درجة حرارة المحيطات وزيادة المحيطات وأيضا ذوبان الكتل الجليدية والأنهار الجليدية. نعم. وأيضا ارتفاع منسوب المياه. إذا ستؤثر على مستوى غذاء الإنسان، على النبات، على كل شيء. وبالتالي هنا يجب أن تكون الدول الكبرى صناعية مسؤولة أيضا لحل هذه المشكلة. زي ما تفضلت البنية التحتية، يجب أن يكون هناك إعادة نظر في البنية التحتية لتتكيف مع التغيرات المناخية وتتلائم. نعم. مع التغيرات هي المناخية هي جهود فردية للتخفيف.
نعم، والجهود أيضا دولية وحكومية بشكل عام، ربما هذا المهم جدا، المهم أن تكون في حلول وأفعال أيضا معها. شكرا جزيلا لك جمال موسى، المستشار في مركز طقس العرب، شكرا على وجودك معنا اليوم. شكرا لك. بعد قليل، ارتفاع الحرارة خطر يداهم 300 مليون شخص عالميا. بكم من جديد، مستمرون معكم مشاهدينا بالحديث عن ارتفاع درجات الحرارة الحاد الذي أصبح اليوم مشكلة حقيقية يعاني منها الملايين حول العالم. وفي جولة لكاميرا الحرة على الشارع العربي، سمعنا لآراء الناس عن كيف أثر درجات الحرارة على أنشطتهم الخارجية اليومية. أكيد في اختلاف من زمان لدلوقتي مع مرور الوقت. الحر ما كناش بنحس بيه، لمجرد هي اختلاف في درجات الحرارة ما بين بره البيت جوه البيت أو الشغل، لكن دلوقتي بقى في اختلاف كبير جدا، درجات الحرارة زادت بشكل غير طبيعي، بقى في اختلاف حتى كمان في طبيعتنا في الأداء بتاعنا، نبقى بره غير لما نبقى في مكتب أو في شغل أو في البيت، الدنيا بتختلف أكيد يعني. لا بالتأكيد ناخش وما بيست مثلا، لا بالتأكيد ليس حسنا. قبل كنا نعمل 7 إلى 8 ساعات في السوق، لكن الآن حرارة الجو لا تطاق، ترهق وتضجر، وجسمنا لا يتحمل هذه الحرارة، نحن منزعجين. الحرارة السابقة ما كانت بالطريقة هذه يعني، كانت تقل لأن حرارة، والآن نشوفها تزيد يعني يوم بعد يوم أو فترة بعد فترة نشوفها تزايد يعني. طبعا احنا دائما يعني يصير بالموجة الحرارة، تصير مجرد شهرين أو ثلاثة فتقل النشاطات هاي الخارجية. الحر يأثر على نفسيتي لأن ما أقدر أحيانا أطلع أو أخلص بعض المشاوير، فإن أضايقنا ما أقدر أطلع بحكم أن الجو وايد حار. ولا بالنسبة لموجات الحر، درجات الحرارة العالية غيرت بشكل كبير، إنه بحيث يعني صار البيت هو يعني المكان الوحيد اللي عم نضل فيه، ما نحسن نطلع أو نحسن نفوت، أو خاصة بأوقات الظهيرة. طبعاً هناك الأجرال قلت يعني، يعني بدل ما يطلع كان بكتها من 6 فوق قام يطلع العامل مثلاً 4 على مود يقلل، يرجع ب 12، إذا يبقى 4 من 6 4 يموت. انضم لنا طارق خوري، المنسق الإقليمي لبرنامج تغير المناخ في المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. أهلا بك. ما هي العوامل الرئيسية التي أدت إلى زيادة عدد الأيام الحارة خلال العقد الأخير؟ صباح الخير لحضرتك المشاهدين. طبعا العوامل الرئيسية تتمحور حول تغير المناخ. أسباب تغير المناخ هي زيادة انبعاث الغازات الغازية بسبب الأنشطة البشرية. الغازات الغازية تقريبا 76% منها هو غاز ثاني أكسيد الكربون بسبب استخدام الوقود الأحفوري وخاصة في مجال الطاقة. هاي الغازات وتتزيد بالغلاف الجوي تشكل مثل طبقة عازلة تؤدي إلى احتباس الحرارة وامتصاص أشعة حرارة الشمس وعدم انعكاسها، فلذلك هذا الشيء يؤدي بشكل تلقائي إلى الاحتباس الحراري، وبذلك يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق. طيب سيد طارق، يعني تحدثنا كذلك عن ظاهرة النينو، يعني ضيفنا في الفقرة السابقة تحدث عنها تحديدا وربط ما بين دور هذه الظاهرة وربما جعل عام 2024 يتجه لأن يكون الأسخن على الإطلاق. لو تفسر لنا علميا ما هي هذه الظاهرة وماذا يحدث تحديدا من خلالها؟ هلا اول شيء بنأكد يعني بنأكد على انه عم نوصل لارتفاع او لدرجات غير مسبوقه من ارتفاع درجات الحراره، يعني شهر سبتمبر الماضي سجلنا ارقام قياسيه اعلى بكثير من الارقام القياسيه اللي قبلها بما يعدل 0.5 درجه مئوية. بس بشكل عام يعني ظاهرة النينو او اي شيء كله بيرجع ل يعني لاضطراب
مستوى الغازات الطبيعي بالغلاف الجوي، وهذا الاضطراب هو بيأثر على الكلايمت سايكل مثل ما بيقولوا، او على الدوره المناخيه او دوره الطقس، واي شيء غير طبيعي بسبب زيادته راح يؤدي الى 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 وجود حالات غير طبيعيه. طبعا نحن هلا يعني حاليا اتفاق باريس تغيير المناخ دائما بيدعو كل الدول للحد من ارتفاع متوسط درجه الحراره درجه ونص مئويه. حاليا نحن ارتفعت متوسط درجه الحراره 1.27 تقريبا، هي لا في رجوع عنها، ما فينا نرجع عنها، خلص هذا الحد ارتفع. نحن اذا رح نستمر بالعمل المعتاد رح نوصل لل 2.5 بنهاية 2030، فنحن على حافة انهيار إذا بدك لحتى نبتعد أو لحتى يصير الحفاظ على أهداف اتفاق باريس موجود. طيب مؤتمر عن مؤتمر نسمع في نفس التحذيرات من الانبعاثات وأيضا الأهداف، وهي خفض هذه الانبعاثات، أو في حالات أخرى أو نماذج أخرى الهدف هو تصفير هذه الانبعاثات في السنوات المقبلة، يعني هذا الهدف موضوع الآن. ولكن بهذه التحذيرات ومع درجات الحرارة وازديادها سنة عن سنة وسوء الوضع كذلك من ناحية التغيرات المناخية سنة عن سنة أكثر ويزداد كذلك، ما هو الحل الآن والجهود التي يجب أن يتم القيام بها بدءا من البارحة مش اليوم؟ صحيح، يعني اللي لعبتوا لي صحيح، بدأ من البارحة وبدأ من قبل. بصراحة وصلنا لمراحل خلينا نقول يعني مثل ما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالكوب الأخير، أن نحن نتجه نحو الكلايمت هيل مثل ما بيقولوا، أو نحو الجحيم المناخي. العلم موجود، يعني نحن دولنا كمنظمات أمم المتحدة وخاصة برنامج الأمم المتحدة للبيئة كل سنة بنطلق تقرير فجوات الانبعاثات. العلم صار موجود بيورجينا نحن وين متجهين، وفي هلا الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ حطت 5 سيناريوهات، 5 سيناريوهات بتقلنا لوين راح نروح بكل معدل ارتفاع درجة حرارة. يعني إذا بيعطي مثال مثلا البزنس از يوجوال أو العمل المعتاد رح يوصلنا ل 2.7 بنهاية القرن. الحل هو في اتجاهين طبعا، وقت نحكي عن تغير المناخ والعمل المناخي في عدة عناصر، أهمها التكيف مع أثار تغير المناخ والتخفيف. أثار تغير المناخ خاصة، فنحن ضروري نتكيف معها لنقدر نستمر بجميع مظاهر الحياة. التكيف بيقتضي أنه نتكيف مع هاي الأثار، نزيد الغطاء النباتي، نخفف الطلب على المياه، نشتغل على الزراعة المستدامة وإلى آخره، وهيك بنكون عم نتكيف مع أثار تغير المناخ. الأهم من ذلك هو التخفيف. عم نتكيف لأنه المشكلة واصلة، إذا ما اشتغلنا على التخفيف بنفس الوقت وقضينا على الانبعاثات وصلنا للشيء اللي حضرتك ذكرتيه هو الحياد الكربوني، وبلشنا نعكس مستوى زيادة انبعاث الغازات، فرح نكون متجهين لمشكلة. التخفيف واضح هو كيف انتقال الطاقات المتجددة، تخفيف الطلب على الطاقة، تخفيف الانبعاثات سواء كانت غاز ثاني أكسيد الكربون أو الميثان وإلى آخره، بس العلم موجود. يعني صحيح، نحن طبعا عندنا مشكلة بالتكنولوجيا، يعني التكنولوجيا لسه بدنا تكون أرخص وإلى آخره، بس في عدة تحديات بس كله معروف. يعني التحديات موجودة، لكن على ما يبدو سيد طارق الحلول كذلك موجودة وهي تطرح في المؤتمرات المناخية الكبيرة. يمكن نحتاج لتمويل أكبر أكيد وجهود دولية نتحدث هنا، لكن إلى حين ربما تطبيق هذه الحلول والوصول إليها، ما هي التدابير اللي يمكن لنا اتخاذها اليوم للحد من تأثير هذه الموجات الحارة جدا على السكان التي تضرب كبرى المدن حول العالم ليس فقط في منطقتنا العربية؟
التكيف مع آثار هذه، يعني مع آثار تغير المناخ، وبهيك حالة عم نتحدث عن ارتفاع درجات الحرارة، هو ضروري. إذا ما نحكي عن المناطق الحضارية أو المناطق اللي مأهولة بالسكان، في عدة أمور ممكن نعملها، منها مثلا زيادة الغطاء النباتي. يعني أثبتت في كتير دراسات بتقول إنه المدن اللي فيها غطاء نباتي واسع أو كبير ممكن تخفف درجة الحرارة بين درجتين لخمس درجات أحيانا يعني بحسب المنطقة وين موجودة. فزيادة الغطاء النباتي حل، العمل على تحسين مواد البناء بشكل انه يكون في عزل حراري جيد، كمان هذا شيء كثير ضروري بيساعد على تخفيف اثار تغير المناخ. العمل على البنيه التحتيه ايضا مثل ما ذكرتم قبل، جعلها اكثر مرونه واكثر ليونه. احد اهم الامور ممكن كمان تشتغل عليها الحكومات او البلديات هي انظمه الاستشعار المبكره. في حال هيك بصير نعرف اذا في موجات حر جايه او كبيره، ممكن ناخذ بعض الاجراءات لتقليل الاضرار. تخفيف التلوث جدا ضروري ايضا، تلوث الهواء بيزيد كثير من ارتفاع درجات الحراره، الدخان بيطلع من اوادم السيارات والى اخره. فالعمل على التلوث، مساحات خضراء، البنيه التحتيه، مواد البناء، هي بس بعض الامثله يعني اللي بتساعدنا انه نتكيف مع اثار تغير المناخ بموضوع ارتفاع درجه الحراره. نعم. طيب ماذا يعني حكينا قبل شوية عن درجات الحرارة المتوقعة حتى يعني على سبيل المثال في الدول العربية في منطقة الخليج، قداش وصلت في بعض الدول الأوروبية كذلك مثل بريطانيا أو غيرها، لكن ماذا عن درجات الحرارة التي العالية التي وصلت إليها بعض الدول واللي كانت غير طبيعية أو غير متوقعة؟ صحيح. هلا زياده الانبعاثات او زياده الغازات الدفيئه بتؤدي لاضطراب الغلاف الجوي بشكل عام، وبلشنا نشوف زياده درجات الحراره بشكل غير مسموح. يعني هذا الشيء لازم خلينا نشجع الدول على الاستعجال بموضوع التخفيف والانتقال الى الطاقات النظيفه والى اخره. دولنا نحن دول عربيه حضرتك ذكرتيها، يعني نحن نتاثر اكثر من الدول. انا بس بدي اوضح شغله، وقت نحن نحكي على انه ارتفاع متوسط درجه حراره درجه ونص او درجتين، بجوز بعض المشاهدين يفكروا انه هي كلها درجتين ما راح تفرق. لا، هي الدرجتين بس وقت نكون عم نحكي بالمناطق الحضريه مثلا مثل بغداد، هي الدرجتين هي بتكون مضروبه بعشره. يعني بلشنا نشوف هلا درجات حراره عاليه سجلت بمطار الكويت وببغداد فوق ال 50 درجه، وهذا الشيء غير مسبوق. نعم، واكيد يهدد يعني بالحياه بصورتها البيئيه وصورتها البشريه كذلك. يعني اكيد وصلت الرساله، ونشكرك على كل هذه التوضيحات والمعلومات وعلى مداخلتك معنا السيد طارق خوري، المنسق الاقليمي لبرنامج تغير المناخ في المكتب الاقليمي لبرنامج الامم المتحده للبيئه. شكرا جزيلا لك. الحديث عن المناخ وأزمة الحرارة يطول ويطول بالتأكيد، فالتغيرات المناخية اللي تحيط بالكرة الأرضية أصبح الشغل الشاغل للعلماء والخبراء حول العالم. ليش لا؟ وارتفاع درجات الحرارة اليوم أصبح أحد الأزمات الأكثر تأثيرا على البشر. أكيد رغدة، يعني يؤثر بشكل مباشر وملموس على البشر، وإذا تحدثنا عن منطقتنا العربية فهذا الأمر مثل ما شفنا أصبح واقع نعيشه اليوم، خاصة في البلدان ربما الساحلية رغدة اللي بتعاني من نسب رطوبة عالية وبالتالي المزيد من الحرارة، وهي تسجل حاليا بالفعل أرقام غير مسبوقة في درجات الحرارة كما يقول الخبراء. نعم، وهذا ما أكده تقرير لصحيفة واشنطن بوست من خلال حدوث ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بسبب الرطوبة المفرطة في منطقة الخليج. الباحثون أكدوا أن هذه الحالة قد تشكل خطر على بقاء الإنسان إذا استمرت هذه الحرارة لفترة طويلة.
يعني معلومات خطيرة بالفعل رغدة، لابد أنه يعني نقف عليها بجدية أكثر، نأخذها بجدية أكثر. لذلك خلينا نتوسع إذن في هذا التقرير، تقرير صحيفة واشنطن بوست، ونتعرف على أبرز ما خلص إليه فيما يتعلق بارتفاع درجات الحرارة في منطقة الخليج. يقول التقرير أن درجات الحرارة ارتفعت في منطقة عسلوية في إيران إلى 42 درجة مئوية في الأيام الأخيرة، وهي ذروة مؤشر الحرارة مع أخذ الرطوبة في الاعتبار، لتصل درجة الحرارة إلى حدود 65 درجة مئوية كما تقول الصحيفة. دبي بلغت درجة الحرارة 45 درجة مئوية الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشر الحرارة إلى 62 درجة مئوية في ظل الرطوبة العالية. تشمل كذلك رغدة مؤشرات الحرارة الشديدة الأخرى في الأيام الأخيرة 61 درجة مئوية في أبوظبي و58 درجة مئوية في قاعدة خصب الجوية في عمان. نعم، سجلت أيضا الحرارة في العراق وفي الكويت، سجلت 52 درجة مئوية، ووصلت درجات الحرارة في الأحساء بالسعودية إلى 51 درجة مئوية. يعني من واضح رغدة أنه صيفنا هذه السنة يعني ما رح يكون سهل أبدا، مش بس هذه السنة، ربما السنوات القادمة كذلك. يعني خصوصا لما نحكي على المجتمعات رغدة اللي بتعاني للأسف من أزمات أمنية واقتصادية في منطقتنا، فالصيف عندهم قد يكون بدون مكيفات. لذلك نتمنى لهم أنه ينتبهوا بشكل مكثف على صحتهم، وأنه ياخذوا الحيطة والحذر للبقاء سالمين. حتى ما بدنا ننسى فئة العمال رغدة، العمال في مجتمعاتنا اللي بنشوفهم يعني بكل إخلاص تحت درجات الحرارة القياسية هذه والشديدة، عم بيعملوا وعم بيشتغلوا بكل إخلاص، فلابد أنه نتذكرهم دائما بكلمة شكر على جهودهم، ونتمنى لهم وللجميع دائما السلامة. بالتأكيد كويس أنك ذكرتي فئة العمال تحديدا، لأنه أعتقد في منطقة الخليج بشكل عام قاعدين نشوفوا درجات الحرارة العالية اللي يشتغلوا عليها، والكويس هنا انه عملوا نظام البريك او يعني هذه الفتره، فتره الظهيره تحديدا، انه يرتاحوا من العمل. بالضبط، لكن في اماكن اخرى ما يقدروش يرتاحوا فيها، مثل عمال توصيل الطلبات على سبيل المثال، وفي مبادرات قائمه انه الناس يعني تنقص من الطلب في هذه الفتره اللي فيها درجه حراره عاليه، يعني وتتعاون معهم. يعني بالضبط، الناس قاعده تحاول، فهذا شيء جيد، بس محتاجين جهود اكثر، لانه واضح انه هذه التغيرات جابتنا صيف من اكثر يعني الفصول في أكثر سنوات كذلك حرارة، حتى زي ما ذكروا ضيوفنا الآن. لهذا محتاجين نحن نتعاون، محتاجين نبحث عن حلول حتى نتعامل مع هذه التحديات على كوكبنا، ونخلي حياتنا اليومية أسهل وأسهل. بس على فكرة هي مش بس درجات الحرارة العالية، هي الرطوبة العالية هي اللي زايدة الأمر سوء، نقوله مخلي شعورنا بالحرارة هو أقوى. هذا طبعا لازم ننتبهوا ونكونوا رطبانين زي ما يقولوا، يعني ونشربوا أكثر قدر من المية خلال اليوم، وننتبه لكل الإجراءات اللي لازم القيام بها في هذا الوقت، يعني نحاول على قد ما نقدر أكيد لمواجهة موجات الحرارة هذه، ريثما إن شاء الله تتكثف الجهود ونصل إلى حلول فعلية ملموسة. أكيد. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الجزائر، حيث كشفت شركة سوناتراك للمحروقات عن استراتيجيتها للمناخ الممتدة لعام 2030 بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية. نعم، جاء هذا بالتزامن مع خطة حكومية لمواجهة تداعيات المناخ والوفاء بالتزامات الجزائر في إطار اتفاقية باريس، ترتكز أساسا على دعم إنتاج الطاقات النظيفة وزيادة المساحات الخضراء. لمواجهة تحديات تغيرات المناخ على الجزائر، خصوصا ظاهرتي التصحر وشح الأمطار، تستهدف استراتيجية المناخ الجديدة لشركة سوناتراك الحكومية خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في عمليات استكشاف وإنتاج المحروقات ب 22% في آفاق العام 2030، مع تحقيق التنوع والانتقال الطاقوي نحو تعزيز حضور الطاقات النظيفة وخفض البصمة الكربونية. إن طموحنا الأكبر في النصف الثاني من هذا القرن إنما يتمثل في تحقيق توازن بين الانبعاثات من الغازات الدفيئة وبين قدرات إزالتها بواسطة مواليع الكربون، كما نهدف بحلول عام 2030 للتقليل من حرق الغاز والانبعاثات الهاربة للميثان
إلى مستوى يقترب من الصفر. وتركز الحكومة على مجال الطاقة بوصفه الأكثر تلويثاً للبيئة من خلال رفع نسب إنتاج الطاقة المتجددة وتخصيص مليار دولار لغرس أكثر من 420 مليون شجرة في 10 سنوات. تبصر الجزائر أيضاً بتراكم مواردها بالطاقة الشمسية، وهي ملتزمة التزاماً تاماً بتطوير الطاقات المتجددة في نفس المسار. تعتبر الجزائر الهيدروجين ناقلا اساسيا ونظيفا ومستدام للطاقه، وتعزم وتعتزم لعب دورا ريادي في هذا المجال. في الأثناء أطلقت وزارة البيئة استراتيجية وطنية لمكافحة تغيرات المناخ تأتي تتويجاً لوفاء البلاد بالتزاماتها تجاه الاتفاق الأممي لمواجهة التغيرات المناخية. نستعد لتنفيذ مشروع نموذجي جديد لقياس الانبعاثات الناجمة عن توليد الكهرباء ونقل الغاز الطبيعي وتوزيعه في صنع الغاز عام 2024، ويساهم في تحقيق أهدافنا المتعلقة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وتسعى الحكومة الجزائرية من خلال مقاربة مسؤولة في مجال الطاقة تحديداً لتأطير مخاطر النشاطات الطاقوية والمساهمة في تخفيف الاحتباس الحراري بدرجتين مئويتين وتقليل انبعاثات غاز الميثان إلى مستوى يقترب من الصفر، مع مواصلة العمل على إعداد أول تقرير للشفافية بموجب اتفاق باريس سيسلم للاتفاقية الدولية قبل نهاية السنة الحالية. محمد برغل، الحرة، الجزائر. تتابعون بعد قليل: هل يجب تجنب شرب القهوة في الصيف؟ ابقوا معنا. ما زلنا مشاهدينا نحكي معكم عن المناخ وعن تأثيرات التغيرات الجوية على صحة الإنسان، خاصة في فصل الصيف، والحديث هنا عن القهوة وتأثيراتها على صحة الإنسان. هل يجب تجنب شرب القهوة برأيكم في فصل الصيف؟ شو رأيك ساندي؟ سؤال وجيه، بس حتى نعرف أكثر خلينا نحكي عن الظروف الجوية القاسية رغدة اللي بتلعب دور رئيسي بزيادة عدد الحالات المرضية. نتحدث مثلا عن الإجهاد في ظل الحرارة العالية المعروف باسم الإجهاد الحراري، ويؤثر في الجسم. وماذا يفعل تحديدا؟ يفقد الجسم السوائل والأملاح. وهنا رغدة للإجابة على سؤالك يأتي تماما دور القهوة والحديث عن القهوة. نعم، القهوة هي مش مجرد مشروب، هي روتين يومي للكثير من الناس، وأعتقد يعني منهم إحنا، لكن فصل الصيف ممكن الأمور تصبح أكثر تعقيدا. صحيح، وهذا لأنه بطبيعة الحال نحن عم نحكي عن مشروب مدر للسوائل من الجسم. وهنا يأتي السؤال أيضا: هل إذا يجب التوقف عن شرب القهوة في فصل الصيف؟ نعم فعلا، بحسب موقع اندبندنت هنا الرأي العلمي في الموضوع، أطباء يحذروا من شرب الكثير من القهوة، الكثير هنا، والمنتجات أيضا اللي تحتوي على الكافيين، لأنها مدرة للبول ولأنها تساعد في فقد مزيد من السوائل من جسم الإنسان. نعم رغدة، طيب إذا كان ولابد أنه نخفف شرب القهوة مثل ما حذروا الأطباء والخبراء في فصل الصيف تحديدا، فالسؤال هو أيضا: هل هناك كمية محددة مثلا من القهوة يمكن أن نشربها يوميا؟ وإذا كان مسموح بكمية معينة، فما هي الأوقات المناسبة لشرب القهوة؟ نعم، نتعرف الآن على أبرز ما جاء في الدراسة الأخيرة حول تجنب شرب القهوة في الصيف. وفق موقع اندبندنت، يحذر الأطباء أن شرب القهوة والمنتجات التي تحتوي على الكافيين في فصل الصيف كونها مدرة للبول يحذروا منها طبعا، ولأن هذه المشروبات أو المنتجات تساعد في فقد المزيد من السوائل. نعم رغدة، وبحسب الأطباء أيضا فالإكثار من شرب القهوة وغيرها من مدرات البول يجعل الجسم يتخلص من الماء، وبالتالي
وبالتالي يدخل في درجة من درجات الجفاف. الأطباء ينصحوا أيضا في حالة الشعور بالإجهاد وقلة الطاقة يجب شرب قدر كافي من السوائل، لأن هذا الشعور ينبع من نقص السوائل في الجسم. ويدعو الأطباء كذلك في فصل الصيف إلى شرب السوائل بشكل مستمر حتى وإن لم نشعر بالعطش بالضرورة، وهذا يعني أو هذه التوصية هي من أجل أن نحافظ على توازن السوائل والأملاح في أجسامنا. تنضم لنا في هذه الفقرة الدكتورة إيمان سمير، أخصائية في الطب الباطني. أهلا بك دكتورة. دكتورة، احكينا بداية عن أبرز مخاطر القهوة في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة. اولا صباح الخير واهلا بيكم. وزي ما انتوا قلتوا ان فعلا القهوه روتين لبعض الناس ان هم بياخدوها. القهوه حاجه جميله، روتين جميل، منبه، بترفع المود، يعني في بعض المستقبلات في المخ زي الدوبامين ومستقبلات تانية القهوه بتخش في دور كبير انها بترفعها، فبتدي احساس بالسعاده بالطاقه الايجابيه. في الصيف في بعض النقط اللي لازم ناخد بالنا منها. رقم واحد زي برضو ما تفضلت وقلتوا ان في حرارة عالية، ان في الاجهاد الحراري، ان القهوة مضر للبول. القهوة فعلا هي ممكن تؤدي ان الانسان يفقد كمية كبيرة من السوائل والاملاح، الاملاح اللي هي زي الصوديوم البوتاسيوم المغنيسيوم، املاح كتيرة جدا مهمة للجسم. فلازم بعض الحذر لما نتناول القهوة في فصل الصيف خصوصا، وخصوصا كمان لما ترتفع درجات الحرارة. طيب دكتورة، يعني يجب أخذ الحيطة والحذر مثل ما ذكرتي، لكن أكيد هذا لا يعني الاستغناء التام عن القهوة بشكل كامل، يعني هي جزء من روتيننا وروتين كثير من الناس. لهيك السؤال دكتورة، شو الكمية الآمنة ربما من القهوة اللي يمكن استهلاكها وتناولها في فصل الصيف لكن من دون التأثير على توازن السوائل في الجسم؟ الكمية الآمنة من القهوة هي بتختلف من شخص لآخر. الكمية اللي لكل الناس، لو إنسان ما عندوش أمراض، مش حد كبير، ما عندوش أمراض مزمنة، يعني يمكن الكمية اللي حطتها الـ FDA أو منظمة الأدوية والغذاء الأمريكية هي حاطة كمية تساوي 400 ميلي جرام. 400 ميلي جرام دول تقريبا كام فنجان قهوة؟ ممكن توصل من 3 ل 4 فنجان قهوة. الفنجان الواحد عامل تقريبا 200 ميلي، بس الكمية دي تاني مش للناس كلها، ومش لازم نوصل للكمية القصوى ان احنا نشربها. وطبعا برضو زي ما قلت ان مش كل انسان، في بعض الناس جسمهم بيستجيب للقهوة بشكل عكسي شوية. فلو هنقول الكمية المناسبة اللي ممكن ناخدها ما نزودش عن فنجان او اتنين، رقم واحد. هذا بشكل عام دكتورة ام بفصل الصيف؟ نشرب مية كفاية في فصل الصيف اكتر، في فصل الصيف لان الانسان عرضه هو بيفقد سوائل، القهوه هتخليه يفقد سوائل اكتر واكتر، هتحصل اثار جانبيه. فطبعا في فصل الصيف يعني ليها قواعد مختلفه شويه عن في الشتاء. طيب هل في اعراض معينه تظهر على الشخص اللي مثلا يشرب الكثير من القهوة، يستهلك الكافيين في هذا الطقس وتنقص سوائل في جسمه بسبب هذا؟ هل في أعراض نراها؟ الأعراض العامة للقهوة عامة الإنسان، وأكيد ناس كتير من اللي بيحبوا القهوة بيحصل معهم كده، ممكن نحس زيادة بضربات القلب، ممكن يحصل صداع، ممكن يحصل رعشة، ممكن يحصل بعض الآلام في البطن. دي عامة للناس اللي بيستهلكوا قهوة بشكل كبير. بالنسبة لفصل الصيف خصوصا، فصل الصيف خصوصا أنا هشرب قهوة، القهوة دي هتكون حرارتها عالية، فمعناه زيادة في نقص السوائل عن الطبيعي. هبتدي أخش، ممكن أخش في جفاف، ممكن أخش في نقص بعض الأملاح اللي أنا اتكلمت عليها. الأعراض اللي ممكن تحصل، ممكن الإنسان ده طبعا يحصل نوع من الصداع، نوع من الإرهاق، نوع من الهمدان، او ان في آلام في الجسم بسيطه بس غير مفسره، نقص للطاقه، ممكن يبتدي يحصل عصبيه، يبقى عصبي شويه بسبب زياده القهوه. نعم. يعني دي الحاجات الاولانيه اللي ممكن، دي معناها ان ابتدى يحصل فعلا جفاف وان في اجهاد حراري.
نعم. طيب دكتورة، يعني دراسة يعني حذرت من أنه الإكثار من شرب القهوة في فصل الصيف باعتبار أنها تحتوي على الكافيين، والكافيين مضر للبول وبالتالي نخسر السوائل. طيب هل هذا ينطبق على كل المشروبات اللي تحتوي على كافيين؟ يعني نحن نتحدث عن أنواع القهوة المختلفة، اللاتيه وغيرها والشاي، كذلك المشروبات الغازية. بصي حضرتك، هو هتفاجئي ان مشروبات كتيرة وحتى حاجات احنا ما نعرفش فيها كافيين، بس هي بتختلف النسبة من مشروب لمشروب. يعني القهوة بصورتها فيها، لو هنحسب قد ايه بالميلي جرام فيها قد ايه كافيين، طبعا احنا مشكلتنا كلها في القهوة او في اي مشروب من دول في الكافيين، مادة الكافيين. القهوة فيها 80 لـ100. الشاي الاخضر، بعض الناس يعني بتعتقد ان الشاي الاخضر ما فيهوش كافيين، هو فيه كافيين برضو، احنا عندنا 40 لـ50 ملغرام. المشروبات الغازيه زي الحاجات اللي لونها اسود دي برضو فيها نسبه كافيين. مشروبات الطاقه فيها كميه كافيين، ودي حاجه برضو معلومه مش موجوده عند معظم الناس. احنا قلنا القهوه من 80 لـ100، مشروبات الطاقه ممكن توصل ل 420 ملغرام، كميه كافيين جامده جدا. طيب كل واحدة فيهم نسبة الكافيين بتختلف، فبالتالي تأثيرها على الجسم بيختلف. اللاتيه زي ما حضرتك قلتي، لو حطيت لبن هل هيأثر؟ ملوش أي علاقة، ما بيقللش امتصاص الكافيين، ملوش يعني نفس الكمية دخلت الجسم، فمش هتفرق كتير إن أنا حاطة لبن أو مش حاطة لبن. طيب على ذكر اللبن، انت ذكرت الان يعني سواء حاطين او مش حاطين، بس حابه نسالك لانه الكثير من الناس ممكن تستبدل، تقول لك بدل القهوه في هذا الحر ممكن نشرب ماتشا، يعني خلينا نقول ايست ماتشا مثلا على سبيل المثال في هذا في درجات الحراره العاليه هذه. ممكن ايضا بعض الناس تستبدل الحليب العادي بحليب اللوز او حليب جوز الهند على سبيل المثال، كونه يقال انه هو اكثر صحياً أكثر بالنسبة لهم. هذه البدائل هل هي أحسن من القهوة أو هي نفس الشيء نفس التأثيرات؟ البدائل هو نفس التأثير. اللبن الحاجة الوحيدة اللي بيعملها فايدة مع القهوة إن هو بيقلل تأثيرها على المعدة. بعض الناس لما بتاخد القهوة معدتهم بتوجعهم أو في ارتجاع أو أعراض زي كده، القهوة بتقلل اللبن على القهوة، اللبن الحليب لبن اللوز أي نوع من الألبان. بس نوع اللبن يأثر، يعني مثلا بتأثير. في ناس تتضايق أو يعني يأثر عليها الحليب العادي، لكن لما تستخدم حليب اللوز أو حليب جوز الهند أو في كذلك الأوت ميلك أيضا نفس الشيء، ممكن يكون تأثيره يعني يكون أحسن شوية على معدتها. ده ليه علاقة ببعض الناس عندهم حاجة اسمها الحساسية من اللاكتوز. اللاكتوز ده اللي هو سكر اللبن، ده موجود في اللبن البقري بصورته، لكن البدائل التانية ما فيهاش النوع ده من السكر، فبالتالي هم مش يعني بيبقى بالنسبة لهم أحسن. الحساسية اللي ممكن تحصل سواء أعراض في المعدة أو أي أعراض تانية ما بتحصلش مع البدائل، بس كتأثير على الكافيين اللي في القهوة زي بعض. أوكي. يعني لا تؤثر على أنه مفعول الكافيين نوع الحليب ربما حتى لو اختلف أو كان صحي أكثر، هو نفس التأثير على الكافيين بالقهوة. طيب نصائح دكتورة بنقدمها اليوم للأشخاص اللي بيحبوا شرب القهوة بل مدمنين عليها، يعني يقال أنه ممكن ندمن على القهوة أحيانا من أجل الحفاظ على ترطيب الجسم، لكن بهذه الأجواء الحارة من دون ما نخسر سوائل، سريعا لو سمحتي. رقم واحد، نكتفي بالكمية الآمنة. منظمة الأدوية والغذاء زي ما أنا قلت حاطة لحد 4 أكواب، إحنا مش لازم نوصل للأربعة، ممكن كفاية 2 أو 1 في اليوم. رقم واحد. رقم اتنين، نهتم نشرب مية جدا جدا جدا، ده للناس اللي بتشرب قهوة أو ما بتشربش قهوة علشان الجفاف اللي بيحصل في فصل الصيف وفقدان السوائل. أهتم أكل خضروات وفاكهة بكل ألوانها علشان الأملاح اللي بتفقد في صورة عرق أو في صورة مع الحمام أي حاجة زي كده. ممكن أشرب قهوة منزوعة الكافيين، هي ما بتبقاش 100% منزوعة، برضو فيها نسبة كافيين بس نسبة قليلة جدا، فبالتالي مش هيحصل نفس التأثير بتاع القهوة في صورتها الكاملة. خلي بالك الجأ للسوائل، ولو الموضوع وصل انك محتاج مساعدة طبيب يشوف ايه اللي حصل لك بالظبط، لان في بعض الناس ممكن يحصل لهم ضربات شمس وحاجات كتيرة ان حر وان قهوة وقهوة سخنة، فممكن يلجأ ساعتها للطبيب طبعا. نعم.
شكرا جزيلا لك دكتورة إيمان سمير، أخصائية في الطب الباطني، شكرا لك. طلبت منظمة أطباء بلا حدود خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأردنية عمان دول العالم بتوفير الحماية وحق اللجوء للسودانيين الهاربين من الحرب في بلدهم. متابعة. بعد فقدانه كل شيء في دارفور، هرب ياسين اللاجئ السوداني إلى الأردن بحثاً عن الأمان لأسرته وعلاجاً لزوجته. أحلامه تبعثرت في هذا المنزل المهترئ لعدم الاعتراف به من قبل مفوضية اللاجئين، لتبدأ هنا رحلة صراع أخرى مع الفقر والعوز وحرمان طفلته من الدراسة. أتمنى يعني أنه أنا أكون لاجئ على الورق، حماية لنفسي إنه على الأقل واحد يشتغل عشان كيف يقدر يعيش نفسه. تنزل بنتي إنه يقرأ، فقالوا لي أنتوا يعني ما عندكم إقامات، ما لكم تسجيل. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقول إن قرار وقف تسجيل اللاجئين جاء بطلب من الحكومة الأردنية عام 2019 في ظل تراجع الدعم المقدم من الدول المانحة وعدم قدرة البلاد على استيعاب مزيد من الجنسيات. كان هناك قرار من الحكومة الأردنية بوقف تسجيل المزيد من الجنسيات اللاجئة عام 2019 باستثناء السوريين. الأزمات المختلفة في العالم والمتتالية دفعت الدول المانحة إلى تغيير أولوياتها، وهذا قد يكون الدافع وراء تخفيض الدعم المقدم للأردن. منظمة أطباء بلا حدود وخلال مؤتمر صحفي للحديث عن التكلفة الإنسانية للنزاع والعنف في السودان، طالبت حكومات العالم بتوفير الحماية وحق اللجوء للهاربين من العنف في بلادهم نتيجة استمرار القتال. ندعو كافة حكومات العالم للتأكد من وجود حماية وحق لجوء للسودانيين، وأيضا يجب توفير طريق آمنة لهم للخروج كونهم يتعرضون للاضطهاد والاعتقال والاستغلال، وكثير منهم يلقى حتفه في الطريق. أكثر من 5000 سوداني لجأوا إلى الأردن خلال الأعوام الماضية حسب إحصائية رسمية. حصل من وصل منهم قبل عام 2019 على وثيقة لجوء، فيما ضاقت سبل الحياة بمن جاء لاحقاً. معاناة جديدة يعيشها السودانيون في الأردن بعد هروبهم من وطنهم، فإغلاق أبواب الاعتراف بهم كلاجئين حرمهم من حقوق تعليمية وصحية إضافة للمساعدات الإنسانية، ما يدفعهم إلى التشبث بأمل انتهاء الحرب للعودة إلى بلدهم. حيدر العبدلي، الحرة، عمان. نهاية حلقة اليوم، إلى اللقاء. يمكنكم طبعا مراسلتنا على مواقع التواصل الخاصة بالبرنامج. دمتم بخير.